نعم يا رحاب، خير ان شاء الله. هيجي منين الخير؟ انت مش مكسوفه من نفسك وانت بتساليني كده؟ انا عايزه افهم حاجه واحده، انت جايبه البجاحه دي كلها منين؟ احترمي نفسك وانت بتكلميني ووطي صوتك. ابني نايم تعبان جوه. ابنك ده لو ذكر بجد كان عرف يوقفك عند حدك وكان جاب حق ابوه. حق ابوه منين يا مجنونه انت؟ الله، هو انت فاهمه فيه ايه ولا انت جايه تزعقي وتعملي مشكله وتزيطي وخلاص؟ لا يا حبيبتي انا مش جايه ازيط، لا انا جايه عشان خاطر اخويا اللي مات مقهور بسببك الغلبان. يا سلام، وكنت فين وهو راقد 3 سنين ما بيتحركش اخوك الغلبان اللي مات مقهور؟ جيتي مره واحده بس عشان تزوريه؟ ما هو كله منك، ما انت كنت قطع رجلي من هنا بوشك المقلوب اذا كان انا ولا ابني. بس لو بصيت في موبايل الله يرحمه هتلاقيني كنت بتصل بيه كل يوم. فيك الخير والله، بس لعلمك اخوك يا اختي ما ماتش بسببي. لا يا حبيبتي بسببك، والواتساب اللي بينه وبينه هو اللي بيشهد. يا ما اشتكلي منك ومن عمايلك المخجله السوداء، ولما عصام وراني الفيديو بتاعك المنتشر على الفيسبوك اتاكدت ان انت اللي قتلتيه. اخرسي قطع لسانك، انا اشرف منك ومن اهلك. ولعلمك بقى الفيديو ده متفبرك وكل الناس عارفه انه كذب. اخدوا صورتي وركبوها على جسم واحده تانية. صحيح، على اساس ان احنا متغميين وما بنشوفش. طب والصوت يا قلبي، جابوا لك واحده تقلدك؟ انت مش فاهمك انت في الصوت وفي الكلام ده يا جهله، انت كبرك تقمعي باميه. الباميه دي ان شاء الله انت اللي هتقمعيها في السجن. انت فاكره ان انا هسكت؟ انا هبلغ عنك وهتهمك بقتل اخويا. مستنية ايه؟ ولا جاية تاخدي الاسم؟ سمحتلك يا حبيبتي تروحي تعملي محضر زي ما انت عاوزة. اقولك اكلملك البوليس يجيلك هنا اسهل؟ لا، هبعتلك لوكيشن الاسم احسن. لا يا حبيبة قلب، لا انت تبعتي اللوكيشن لطارق حبيب القلب عشان لما يجي يزورك ما ياخدش وقت، يجي على السريع. ازيك يا عمتو؟ انا عايز افهم انتوا ايه؟ ما بتحسوش ما عندكوش دم؟ ابوكم بالنسبة لكم ايه؟ فرحة وماتت؟ مالها بقى في ايه؟ سيبك منها، دي اتجننت، جايه ترمي بالها عليا عشان احط لها شويه فكه في ايديها. روحي اطمني على اخوك زمانه صحي. ما تتحركي. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.